اقتصاديا، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدنت باتيل إن بلاده ترحب بالاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق وتركيا، مشيرا إلى عدم وجود أي تحديثات بشأن زيارة بربرا ليف إلى العراق. We would welcome the agreement between the central government and Kurdistan region. ما أود قوله هو أننا نرحب بالاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق وتركيا، وهذا نتيجة العمل الجاد للقادة العراقيين الذين يضعون احتياجات المواطنين العراقيين أولا. وليس لدي أي تحديثات محددة أخرى حول زيارة باربرا ليف إلى العراق.